عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا دكتورة، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا كنت عاملة عملية شيل أورام ليفية من على سطح الرحم ولا من داخل الرحم ولا من البطانة؟ يعني مش مكان عارف. الأورام اللي فيها فين؟ نعم، مكان الأورام اللي فيها كان فين؟ كان في الرحم، جوه ولا بره ولا في داخل العضلة؟ مش عارفة والله. طيب اتفضلي. بس فأنا بقالي يعني حوالي 8 شهور عاملة العملية دي. لم يسبق لك الإنجاب؟ لا، خلفت قبل كده، عمرك قد إيه؟ 40. طيب هو اللي عملك العملية قال لك إن هو ده السبب في منع الحمل يعني؟ قال لي كانوا مكان ما بيزرع الجنين آه كان 13 في 9، ما شاء الله. طب ده وبعد أكبر واحد ده. كام واحد؟ اه واحد ورم واحد بس، لا، حوالي 4. 4 أورام. هو طبعا الأورام اللي فيا، علشان بس الأمور يعني تكون واضحة، مادام هم شافوا إن هي كانت تتشال فخلاص يعني الحمد لله إن شاء الله يكون خير. لكن أعتقد إنه يعني على حسب مكانها الأورام اللي فيا دي، تغيرات في عضلات الرحم، الألياف المكونة لعضلة الرحم. الرحم ده عضو عضلي ليس له طبعا يعني متحرك، وبيكبر وبيصغر زي ما أنتم عارفين، ربنا خلقه كده علشان خاطر الوظيفة بتاعته. فأنواع التغيرات اللي بتحصل نتيجة إن العضو ده لم يقم بعمله اللي ربنا خلقه عشانه على مدى مدة طويلة، بيؤدي إلى التغيرات اللي هي في صورة الأورام الليفية. وعادة يعني حوالي 30% من النساء في الجنس بتاعنا اللي هو احنا اسمنا الحوض البحر الابيض المتوسط، اسمنا الجنس القوقازي او ان احنا كوكيزيان، دول احنا عرضة لهذا النوع من المشاكل في الارحام بتاعتنا بنسبة 30%. بتحصل اكتر كل ما زاد عمر السيدة قبل حدوث الزواج. يعني اذا مثلا في السن بعد 30 سنة تبتدي المشاكل دي تظهر اذا لم تكون تزوجت او حصل لها حمل سابقا. انواع الاورام اللي فيها دي 3، في انواع داخل تجويف الرحم ودي بيتم استئصالها وسهله وما فيهاش مشاكل، في انواع خارج الرحم ودي بتكبر بس مع الحمل وعاده ما بيكون لهاش تاثير سلبي قوي الا اذا كانت احجامها كبيره قوي تمنع التمدد الطبيعي للرحم اثناء الحمل، وانواع داخل عضله الرحم نفسها ودي بتمنع استقرار المواد لانها كانها بالظبط عامله زي كانها لولب او يعني عامله زي جسم غريب داخل المكان بتمنع استقرار الحمل فيها. فلذلك هذه بالنسبه لسعادتك يعني اعتقد ان هو لازم يكون شارح لحضرتك نوع الورم وهل يمكن حدوث حمل طبيعي ولا لا، او هتحتاجي الاخصاب المساعد. ربنا ان شاء الله يعفو.